لكل الصبايا اللي عم يسألوني عن لون شعري، بدي مثل شعرك نفس اللون. كيف؟ بكل بساطة أنا بستخدم بودرة اللايت. هاي هي بودرة اللايت. البودرة أنا بجيبها للعلبة بتكفيني فوق السنة، وتقريبا بتبقى سنة ونص حسب صلاحيتها. جيبوها إلى صلاحية كبيرة، وإذا كان أنا لحالي، بس إذا كان عندك أخواتك تشاركوا فيها، لأنه العلبة كتير كبيرة. بتحتاجي ملعقة إلى ملعقتين لشعرك بس. الأوكسيدون اللي أنا بستخدمه، أنا اللي عم فرجيكم إياه مشان تعرفوا إنه نسبة الأوكسيدون فيها 30%، الصبغة العادية بتكون 7%، هون بدنا نستخدم أوكسيدون كتير عالي، لهيك لازم نكون في عنا الطاقية وشايلين منها الخصل ومنحط الصبغة عليه. ما بتنحط الصبغة ولا الأوكسيدون على الشعر مباشرة، على الفروة الشعر مباشرة، يا بتنحط بالسلوفان، بنخصل بنحط بالسلوفان أو بالطاقية، وأنا بستخدمها بالطاقية لأني أنا بساويها لوحدي للخصل. بعد ما بنوصل للون، لأنه أنا لون شعري أسود، بعد ما بوصل للون اللي بيكون نحاسي ومشان ما تتقطع الشعرة، تقريبا أنا باخد ساعتين، وبعد منها بشيل الصبغة اللي أنا حطيتها بشيلها، وبنفس الطاقية بخلي الطاقية على راسي وبحط الشامبو الأزرق. هيدا الشامبو الأزرق كمان من ويلا، كل المنتجات من ويلا. الشامبو الأزرق بتركه على شعري تقريبا نصف ساعة، فبيظهر هيدا اللون. حلاوة اللايت الخصل اللي أنا بساويها إنه مع كل حمام بيطلع اللون أحلى، بيفتح اللون وبتلاقيه منغرس بالشعر كله، لأنه أنا بساوي تقريبا بنسبة 30 ل 70، يعني 30 فقط تخصيل والباقي لون شعري طبيعي، فلما بينغرزوا ببعضهم بيعطي هيدا الشكل اللي انتو بتشوفوا. كل ما بيبهت اللون وبتحبوا يكون الإضاءة أكتر، بتعملوا له حمام لايت. الحمام يعني بتحطوه على شعركم وبتتركوه 5 دقايق، وبعدين بتغسلوا الشعر بالطريقة النظامية. هيدا شامبو نظامي. فلكل الصبايا اللي عم يطلبوا مني، أنا خبرتكم هلأ بسري منتجات ويلا، كتير اقتصادية، يعني رح تكفيكم سنة وسنتين، فيكم تتشاركوا مع أخواتكم، لأنه أنا كل سنة مرة بساوي شعري مرة واحدة بس، فلهيك عم قلكم كتير كبيرة، وأصغر من هيك علبة ما في. العلبة النظامية هيك بتجي. الشامبو بيبقى عنا كمان كتير، لأنه كل شهرين ثلاثة بناخد حمام. هيدا بتأدينا كمان سنة، لأنه هي نص لتر 500 ملي، فيها كمية كمان كتير كبيرة. تقريبا هاي بدها 2 لتر من الأوكسيدون. الحالة اقتصادية كتير، لأنه المنتجات غالية ما رخيصة. وراح احط لكم اياها بمتجري اذا بتحبوا تشتروا من متجر اناقة انثى. بتشكركم وميرسي لسؤال الصبية، بتمنى تكون المعلومة وصلت.